تونسيا 2. وليك باب تشيك بالتاريخ تاع تونسيا فيها نعيشوا اللحظه هذه وليك باب دو فات يا مدام اهلها حياه الكرام وموت العظام. اليوم ثم ريسبونسابيلتي وثم دوفوار، ثم ريسبونسابيلتي وثم دوفوار. اوني با جوار، ماناش دي جوار، اوني دي ميليتير جايين باش نحاربوا. صراحة من خلال مشاهدتنا المباريات كأس العالم كنا لاحظنا في المقابلات الكل. عسليمة ومرحبا بكم. دقت ساعة الزحف، دقت ساعة العمل، جماهير التونسية متوافدة على الملعب، الناس الكل مشيت إلى قطر لمشاهدة أول مقابلة للمنتخب التونسي. غدوة الراهن على منتخبنا الوطني أنه باش يفوز وياخذ 3 نقاط، وحتى إذا كان ما فزناش باش نعملوا تعادل، هذه حاجة اسمها خسارة بالنسبة لينا ما هيش موجودة في قاموسي. ضد المنتخب الدنماركي بكل العوامل، كما نعرف المنتخب هذه كان استعمل الاساليب القذره، معناها اذا كان باش نحكيوا اليوم ونحكيوا على شاره قياده حبوا يلبسوها 2022، مش ندخلوا في الديتاين تاع حكايه الفارغه وانك تحب تمشي فكر على حساب فكر اخر تغرس فيها حاجه اخرى. بالنسبه لنا هذا الشيء مرفوض، وهذا كان رفضته الفيفا حاجه باهية او حاجه باش تفرحنا، بالعكس حاجه هذه باش تكون موتيفاسيون لنا احنا انه غدوه ان شاء الله باش ناكلوا تيران، انه غدوه باش نربحوكم بالكوره بالجداره بالاقناع باللي تحبوا انتوما. غدوه المنتخب التونسي ان شاء الله باش ينتصر على المنتخب الدنماركي. خلينا ندخلوا اكثر باللي ديتاي ونحكيوا، لكن قبل ما نبداو ما تنساش تشترك في القناه وتنزل لايك وتنزل على قوس باش اول فيديو جديد يهبط يوصلك تتفرج عليه. اليوم المنتخب التونسي كان خاض حصه تدريبيه الاخيره في نفس توقيت المقابله غدوه، كان وقف على اخر استعدادات الملعبيه وعلى التشكيله الاساسيه. ان شاء الله في اخر الحلقه باش نحكيوا على التشكيله الاساسيه وبنسبه 99% باش تكون متواجده. نفس الشيء زاده باش نكملوا نحكيوا شويه على الرسم التكتيكي للمنتخب الدنماركي، باش نحكي زاده على الرسم التكتيكي للمنتخب التونسي وطريقه اعتماده على ملعب جديد باش يعطي اكثر عمق هجومي للمنتخب التونسي. خلينا نكملوا نحكيوا ونعرفوا اللي المهمه ما هيش سهله ضد الدنمارك، ضد فريق منظم ديما يهبط عامل البريس وعامل الضغط في اول الميتون. لازم المنتخب التونسي ما يقبلش في الوقت هذاك ويحاول انه يهز 45 دقيقة الأولى إلى 0-0، وعلاش ليه نضربوهم باللي كونتر ونماركيو هدف لهنا تسهل المقابل. من الآخر إذا كان فريق يعتمد على الضغط العالي ماكش بتلقاه 90 دقيقة وهو يتكي فيك 90 دقيقة وهو طالع عليك، هذه من المستحيلات أنه باش تلقى منتخب باللياقة البدنية هذيك. 20 دقيقة الأولى لازم ننتصروا هيجين المنتخب الدنماركي، لكن قبل ما ندخلوا نحكيوا باللي ديتاي ونحكيوا أكثر خلينا نرجعوا في الكلام اللي قالوا اليوم جلال قادري كان حكي على المقابلة مع عصام جبيلي اللي يعرف الأجواء الدنماركية، كذلك زاد أنيس بن سليمان اللي قدموا نصائح للملاعبيه. خلينا نذكر اهم النقاط اللي كان حكي عليهم جلال القادري. جلال القادري كما قال في الندوه الصحفيه، هدفنا هو تجاوز دوري المجموعات في هذه المشاركه، بالنسبه للمنتخب حاجه ما هي صعبه. نفس الشيء زاد قال المنتخب الدنماركي من افضل المنتخبات الاوروبيه، حكي على لقاء البرازيل اللي قال استفدنا منه بشكل كبير وخلينا نراجعوا عديد النقاط. كذلك زاد قال نتحمل مسؤوليه اختياراتي ودوري كمدرب الاستعداد لكافه السيناريوهات في اللقاء، كتم الكلام تاعو بما انه وهاب الخزري ثاني افضل هداف في تاريخ المنتخب التونسي. كذلك زاد قال خبرتنا في كاس العالم بيتت اكبر من برشا منتخبات وهذه الحاجة الباهية. نفس الشيء زاد حكي على المنتخب التونسي ليس الأضعف في المجموعة وهو قادر على منافسة الكبار ونجم يتعدل للدور الثاني. كذلك زاد النقطة المذيئة بالنسبة لجلال قادري في الحوار متاعه كان شكر دولة قطر والقطريين على حسن المعاملة، حضور جماهيري ممتاز بالنسبة للمنتخب التونسي وهذه من نقاط قوة المنتخب. أجريسيفيتي نربح الجوال نتاعك، برشا انجاجمون، برشا كونسنتراسيون، برشا كونسنتراسيون. مش مليون يستناو فينا، مش مليون يستناو فينا، سي المومون فيريتي، ونعرف اللي ثم رجال، نعرف اللي ثم لونجاجمون تاع رجال، ربي معانا نصبر. كذلك زاد التصريح الكابتن المنتخب الدنماركي وقت اللي قال احنا مستنسين بالاجواء الجماهيريه وما عندناش مشكله بالنسبه للجماهير، لكن انك ما تعرفش الجماهير التونسيه، ما تعرفش المنتخب التونسي وجماهيره العريضه. كنا شهدنا هبه جماهيريه في قطر، معناها الناس الكل تحكي على المنتخب التونسي، تحكي على الجماهير العريضه. ان شاء الله المنتخب غدوه ينورنا، 12 مليون تونسي غدوه يستنى انه منتخبنا يقدم اداء ممتاز، وعندنا ثقه في الملاعبيه، عندنا ثقه في المدرب، عندنا ثقه في الاطار ككل. خلينا نكملوا نحكيوا اكثر وندخلوا في الامور
الفنية ونحكيه على الرسم التكتيكي اللي بيش يلعب بيها المنتخب الدنماركي. كنا وضحنا في الفيديو السابق، لكن المرة هذه بيش نتعمقوا أكثر وبيش نحكيه على الدور الظهيري مين في وسط الدفاع للمنتخب الدنماركي. كذلك زادة بيش نحكيه على الرول أوفنسيف بالنسبة للظهيري صار للمنتخب الدنماركي. انتابعوا معنا ثم بعد نرجع نكملوا نحكيه بيش نوصلوا نحكيه على الأمور التكتيكية وبيش نحكيه على المنتخب الدنماركي. كما نعرف المنتخب الدنماركي يعتمد طريقة 4-3-3 في النزعة الهجومية، لكن الرسم التكتيكي نتاعو يتغير في وسط اللعبة. ولهنا حبيت نركز على نقطة، كنا شاهدنا في المقابلات الأخرانية للمنتخب الدنماركي عنده ظهير يسار يطلع برشا، معناها لهنا نلقاوه براتيكمو قاعد يلعب في ليك سونتري جوش. هنا يستعمل المنتخب الدنماركي ظهير يمين بلو ديفونسيف، المنتخب هذا يقف بأربعة ديفونسيرات، لكن في الوضعية الهجومية يولي يلعب بثلاثة في اللاكس وظهير يسار يدخل وسط الميدان ونلقاو ثلاثة في محور الدفاع. هذيك علاش قلت لكم راهو فما برشا دي ديتاي لهنا حبيت نركز عليهم. نلقاو الملاعب هذا يتيح أكثر لهنا الكلوار اليمين، نلقاو الملاعب هذا يتيح للوسط، نفس الشيء زاد مع هذه الظهير جوش لهنا يدخل الوسط تولي أربعة في وسط الميدان. ونلقاو الديسبوزيتيف يتغير في أكثر من مرة، وكنا وضحنا في الفيديو السابق وشفنا إنه الملاعبية يقفوا ثلاثة في اللاك. كنا شاهدنا في لقطة ضد المنتخب الفرنسي الوقفة هذه، شفنا الملاعب ظهير يمين كيفاش يدخل لاكس. ولهنا باش نفهموا القيمة المنافس هذه، القيمة متاع المنافس هذه اللي عنده ما يقول في عالم كرة القدم. نفس الشيء زاد احنا عنا ما نقولوا وعنا ما نتكلموا في الوضعية هذه، تو باش نحكيوا على المنتخب التونسي والديسبوزيتيف اللي باش يقف به. هذا تقريبا الرسم التكتيكي اللي باش يقف به المنتخب التونسي ضد الدنمارك، ثلاثة في اللاكس معهم خمسة في وسط الميدان وزوز مهاجمين. لكن ديسبوزيتيف لهنا باش يتغير، إمكانية كبيرة إقحام بن سليمان اللي باش يعطي أكثر نزعة هجومية. تقول صحيح المنتخب التونسي باش يدافع، المنتخب التونسي باش يحاول يسكر، لكن لهنا جلال قادري تفطن للحاجة هذه وحب يستعمل بن سليمان بما أنه باش يكون وراث ثنائي الهجوم. هنا لاحظوا جلال قادري اللي حب يستعمل أنيس بن سليمان كدور هجومي اكثر منه باش يعطي نزعه هجوميه لما تفك الكره، على خاطر لما تفك الكره مطالب انك تصنع لعب، مطالب انك تجيب فرصه. لهنا باش نلقاو بتبيع ديسبوزيتيف باش يتغير، امكانيه كبيره باش نشوفوا يوسف المساكني باش يلعب على الجهه هذه، الدخول كذلك زاد عصام جبالي الامكانيه كبيره باش يكون متواجد وباش يكون اون بوينت. لهنا باش نلقاو انيس بن سليمان باش يتيح على الجهه اليسار وباش نلقاوه يهاجم في اللقطه هذه. نفس الشيء زاد امكانيه كبيره استغلال المساحات، نحاولوا نضيقوا المساحات من خلال استعمال الملاعبي هذا باش يكون ما بين الملاعب نتاع وسط الميدان الظهير يمين. نفس الشيء زاد دور كبير للمساكني اللي باش يحاول يسكر اونتر لو دو. نفس الشيء زاد ديما الديسبوزيتيف يتغير، ديما الديسبوزيتيف يكون واقف، ما نخليوش الاسباس في ظهرنا، ما نخليوش يكونوا هذه الرول كبير بالنسبه للملاعب هذا، خاطر باش نشاهدوه اكثر من مره الحاجه هذه. دور كبير بالنسبه للملاعب هذا، هذه الوقفه نتاع المنتخب التونسي ان شاء الله اللي باش نلقاوها غدوه. كما شاهدنا بالنسبه لنا هذيك القراءه نتاعنا انه يستعملوا في ظهير يسار يكون بلو اوفنسيف، لكن الظهير يمين ما يطلعش برشا ويكون لاعب محوري. هذه ماهيش من نقطه ضعف المنتخب الدنماركي، ماهيش نقطه ضعف انها ما عندهاش ظهير يمين يطلع برشا القدام. نلقاو بالعكس اللي المنتخب هذا يعتمد الخطه هذيك باش يلقى روحه يلعب بثلاثه في محور الدفاع واربعه في وسط الميدان وثلاثه مهاجمين. ولهنا باش يسهل المأموريه، وكنا شفناه اكثر من مره انه يعمل بريس بسبعه ملاعبيه، هذه زاده ماهيش من الصدفه. ان شاء الله يكون جلال قادري كان ركز على النقاط هذه. حكينا زاده على دور المنتخب التونسي، امكانيه كبيره استعمال انيس بن سليمان باش يكون في وسط الميدان. كما نعرفوا الملاعب هذا كنا تبعناه في بطوله الدنمارك يمشي اكثر على الجهه اليمين وينجم يكون مهاجم ثالث. جلال قادري باش يعتمد على التكتل الدفاعي باش يحاول يضيق المساحات على الملاعبيه، كما نعرفوا سريعين برشا يفكوا الكره في الديزويت ويحاولوا يعملوا كونتر اتاك ويماركيو لك منها اهداف. هذه الحاجه اللي ان شاء الله يتجاوزها جلال قادري، هذه الحاجه اللي ان شاء الله يتجاوزها منتخبنا الوطني. خلينا نكملوا نحكيوا على التشكيله الاساسيه ونسبه 99% بعد الاخبار اللي جاتنا من قطر. نلقاو المنتخب التونسي في حراسه المرمى اللي باش يكون ايمن دحمين، وهذه حاجه ما فيهاش كلام وما فيهاش اختلاف وما فيهاش نقاش. بالنسبه لمحور الدفاع امكانيه كبيره باش نشوفوا منتصر الطالبي وياسين مرياح وبرون. بصراحه ما حبيتش نحبذ التغيير هذه بما انه كنا شاهدنا في المقابله اللي فاتت نادر الغندري مع منتصر الطالبي وياسين مرياح كان قدموا مقابله ممتازه. هنا نشوفوا التنظيم الدفاعي كان محكم. خلينا نكملوا نحكيوا على وسط الميدان اللي باش يكون ثابت بالياس الصخيري وعيسى العيدوني، هذه حاجه ما فيهاش كلام. نفس الشيء زاد على الجهه اليمين باش يكون دراجر على اليسار علي العابدي، امكانيه كبيره التعويل على انيس بن سليمان اللي باش يعطي اكثر عمق للمنتخب التونسي. بيجيك اوقات انك تقطع الكره والا تفكها في وسط الميدان، هنا الملاعبي لازم تكون عنده الكاليتي انه باش يطلع وباش يهاجم وباش يكون ثالث المهاجمين. كما تحدثنا في فيديوهات سابقين وقلنا امكانيه كبيره لعصام جبيلي انه باش يكون اون بوينت، هذه الحاجه الباهيه بما انه الملاعبي هذا نجموا نركزوا عليه. الملاعبي هذا ينجم ياخذ الكره ويكون اتاكون دو بوينت ويعطي الرميز لاصحابه ويلعب اصحابه سواء على الجهه اليمنى والا اليسرى.
احنا هنا بصراحه نحبذوا تواجد وهبي الخزري على حساب يوسف المسكني، بما انه المليع بفريشير فيزيك يكون حاضر، بما انه مش بخليونا نلعبوا الكره باش يحاولوا يمارسوا علينا الضغط العالي. بصراحه من خلال مشاهدتنا المباريات كاس العالم كنا لاحظنا في المقابلات الكل فما ديما غياب الحضور الذهني في اول المقابله، كلف المنتخب القطري خساره وخساره مذله بطريقه رهيبه. نفس الشيء زاد في مباراه انجلترا وايران، معناها شاهدنا الحاجه هذه. ان شاء الله المنتخب التونسي يكون مركز، ان شاء الله المنتخب التونسي يفرحنا، ان شاء الله المنتخب التونسي ينورنا. هكا كملنا الفيديو نتاعنا، شكرا لكم على المشاهده، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه، تصبحوا على خير الناس الكل.